بارك يا رب. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير، بركاته تكون مع جميعنا أمين. المجد لك يا رب. أما ميلاد يسوع المسيح فهكذا كان. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، وجدت قبل أن يتساكن حاملاً من الروح القدس، وكان يوسف زوجها باراً، فلم يرد أن يشهر أمرها، فعزم على أن يطلقها سراً، وما نوى ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، إن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. وكان هذا كله ليتم ما قال الرب على لسان النبي: ها إن العذراء تحمل فتلد ابنا يسمونه عمانوئيل، أي الله معنا. فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، فأتى بامرأته إلى بيته. حقاً والمجد لله دائماً. أشكرك. طيب أيها الإخوة والأخوات، إحنا وصلنا. أولاً أنا بشكر ربنا عشان النهاردة كنت متوقع ما فيش حد في الكنيسة، ماتش الساعة 10، واتهريت مكالمات الأسبوع ده عشان نغير ميعاد القداس، بس الحمد لله كان عندي، عشان ما أقعش تحت الضغط، كان عندي حجة هايلة إني عندي لقاء مع القلوب الذهبية مباشرة بعد القداس، فما نقدرش نغير. الحمد لله يعني عدت إن شاء الله، هنحط كل حاجة كده يعني. فنشكر ربنا على وجودكم، دي حاجة تسعدني إن احنا نصلي مع بعض الأسبوع الرابع من زمن المجيء، اللي المفروض بيوصلنا نختم تحضير لاستقبال يسوع في الميلاد. طيب الأسبوع الأخير الكنيسة بتساعدنا نختم ازاي هذا التحضير؟ عن طريق التفكير في يوسف البار زوج مريم وأبو يسوع بالتبني. زي ما انتوا عارفين انه الرجل ده واجه مشكلة كبيرة، عمل الجبنيوت بما يسمى عندنا في الطقس القبطي جبنيوت، يعني إمكانية الزواج حلت خلاص، بس لسه ما اجتمعوش في بيت واحد، فده تم. واليوم اللي هيقرر ياخد فيه مراته ويروح بيته ده هيبقى يوم الزفاف، والكل هيحتفل ويهيص وإلى آخره. وهي شابة فوجئت باللي انتوا عارفينه، إنها الملاك أعلن لها إنها هي اللي الله الآب اختارها عشان تدي المسيا اللي كل بنات إسرائيل كانوا بيستنوا إنهم هم يكونوا الأم للمسيا.
الرب اختارها وأعدها، وبيقول لنا القديس متى اللي هو مربي كبير جدا وبيربي جماعته اللي بيكتب لها على الإيمان بكل الوسائل اللي يقدر عليها، فبيقول إنه وجدت حامل قبل ما يسكنوا مع بعض يوسف ومريم، وده فاجئ يوسف مفاجأة كبيرة غير منتظرة إنه مراته تكون حامل قبل ما تروح بيته. الخبر ده ما كانش سهل، الخبر ده كان صعب جدا عليه، ولكن انترسان شيق جدا النهاردة نشوف ازاي يوسف واجه هذا الموقف. عادة في أحداث بتفوقنا في الأيام الطبيعية، عادة في صعوبات، في مشاكل بتفاجئنا في حياتنا اليومية، إزاي بنواجهها؟ معرفش لو كلنا متشابهين في الطباع، بس أول رد فعل قدام الأحداث اللي مش بنحبها يا إما بنتفق بنتقفل وبنتعصب. يكفي أي مشكلة في البيت، من الولد، من البنت، من الزوجة، من الزوج، أول حاجة بتحصل قفلة. وليه ده بيحصل؟ وليه عمل كده؟ قدام القفلة دي، قدام العصبية اللي ممكن تطلع مني ومنك، ما بنعرفش ناخد قرار صحيح. يوسف هنا الموقف ما هوش أي مشكلة صغيرة، ده مراته حامل وهو لسه ما سكنش معاها في بيت واحد، فالموقف بالنسبة له كراجل شرقي أكثر مش بس إشكالا ولكن إيميلياسيا، دي مراتي وإزاي هي حامل وإحنا مش مع بعض، إيه ده، أعمل إيه؟ قصاد هذا الموقف يوسف بيقول عليه كده القديس متى راجل بار، فقدامه حلين بتقوله له الشريعة. الحل الأول بما إنها وجدت حامل ما نعرفش الراجل، يبقى تتحط في الميدان وترجم بالحجارة حسب الشريعة. الحل الثاني إنها تطلق سرا، يعني من غير ما يفشي أمرها وسط الناس، يروح يكتب كتاب طلاق ويوديه للكاهن والموضوع يتم في موضوع كده سري عائلي شوية. يوسف اختار ما يتعصبش، ما يتزمرش، ما يشهرش الغضب، ما يحاولش الانتقام، وكل دي حاجات كويسة جدا لأنه راجل بار. ننتبه لأنه احنا كمان بنواجه مواقف قد تثير أعصابنا، وأسلوبنا في المواجهة بيبقى عنيف. إنما يوسف بيفكرنا النهاردة، الكلمة دي بتاعت يوسف بتقول لنا هل أنت راجل بار؟ يعني إيه بار؟ مش إنك قديس وما بتعملش خطايا حبيبي، لأ، راجل بار يعني
بتظبط انفعالاتك ومواقفك واختياراتك حسب كلام الله، ولا بتتفاعل بطريقة فيها امبولسيف، راجل بتتفاعل بطريقة أول ما بتحس بتطلع كلام غلط يطلع كلام غلط، عصبية تطلع عصبية، نرفزة تطلع نرفزة. هل أنت واقع تحت الضغط العصبي اللي بتحس بيه في المشكلة وبتتصرف من خلاله، ولا أنت راجل مدعو تكون بار، مدعو إنك تكون راجل أو امرأة أو شاب أو شابة اللي بيزبط نفسه، السجست بيزبط نفسه حسب كلمة ربنا في الاختيارات والقرارات ومواجهة المشاكل. فلأنه راجل بار بيعمل إيه؟ بيختار إنه يواجه المشكلة بطريقة فيها سرية. فعزم يعني خد قرار إنه يطلقها في السر وراح ينام. راح إيه يا نادر؟ ينام. اصحالي كده. راح ينام والرب بيقول المزمور يكلم أحبائه في النوم. يعني مرات تروح تنام كده حبيبي تلاقي ربنا بيعملك سجوري في النوم حاجة، وتصحى تلاقيها بتتحقق، أو تصحى تلاقي نفسك مستعد إنك تواجه المشكلة دي بطريقة حسب إرادة ربنا. بيحصل. فنام والملاك ظهر له، بس بشوفوا الملاك بيقول له إيه؟ لا تخف يا يوسف إنك تاخد مراتك، مش بس مريم، لا تاخد مراتك مريم لبيتك. الملاك بيأكد له، مرسل الرب بيأكد له إن دي مراتك وإنت تاخدها بيتك عشان هي حامل من الروح القدس وحتولد وتسمي البيبي، انت يا يوسف حتسميه يسوع عشان هو اللي هيخلص الشعب من خطاياه. ده اسلوب لمواجهة المشاكل. يكفي ان ربنا يشوف انك قدام المشكله مع مراتك ما انتش بتبيع القضيه وعايز تضحي وتروح تعمل سيباري وتروح تعمل ديفورسي وتروح تسيبها وتعيش في بيت لوحدك، ولا مش عارف تعمل ازاي. يكفي ربنا يشوف هذا الاستعداد في قلبك فيتدخل ويتمم مشيئته في زواجك زي ما عمل مع يوسف، وقال له يا يوسف انت مش فاكر النبوة اللي قالها النبي أشعيا في الإصحاح السابع انه العذراء هتحمل وتولد ولد ويسموه عمانوئيل، يعني الله معنا. ذكروا بكلام الأنبياء. فيعمل ايه يوسف؟ يوسف بيلاقي نفسه في رباط مع كلمة الله بيتحقق فيه، ودي حاجة رائعة ليا وليك. لما تنوي تقرر حسب إرادة ربنا وكلامه اللي انت رجعت له في المشكلة اللي انت عايش فيها، هتلاقي نفسك
مكتوب اسمك وشخصك في الكتاب. كلنا قصة حياتنا واختياراتنا موجودة في الكتاب المقدس. كلنا ليه يا حبايبي؟ هو ده بس كده كلمة بقولها؟ لا، ما هي الحقيقة فين؟ الحقيقة اهي. ليه يوسف بيشوف نفسه في كلمة الله؟ لأنه كلنا مدعوين يكون عندنا نفس إيمان يسوع المسيح، نفس العلاقة اللي بينه وبين أبوه. المسيح هو الوحيد اللي حقق كلام بابا اللي قاله له. فلو انت أخدت إيمانه وأخدت روحه هيتحقق فيك اللي اتحقق فيه هو يسوع. كلام بابا كله اللي اتقال اتحقق فيه. فبتاخد روحه، يعني اللي اتحقق في يسوع هو اللي اتحقق فيك. فبتلاقي نفسك في لحمة قوية وفي داخل كلمة الله. قصة حياتك وقصة حياتك ما هياش خارج الكتاب المقدس. كل مشاكلك وأزمتك مع بابا وماما، وأزمتك إنه لسه ما مش عارف ما حصلش في حياتك، وأزمتك مع المذاكرة، وأزمتك مع الشغل، وأزمتك مع الفلوس، وأزمتك مع مراتك، كلها موجودة في طيات الكتاب المقدس، بين أوراق الكتاب المقدس، كلها مكتوبة جوه. فعشان كده اتحققت في يسوع، مش إنها لسه هتتحقق فيك، هي متحققة فيك لما أخدت روح يسوع. ناقص إيه؟ تعيشها وتطلعها في النور. طب وإيه اللي محتاجينه؟ نرجع لكلمة ربنا عشان ناخد قرارات في حياتنا. فعشان كده يوسف هنا بيحس إيه؟ إنه كلمة الله مدعوة تتحقق فيه، وإنه هو اللي يدي اسمه ليسوع. مش كده أحبائي أصحاب القلوب الذهبية، أحبائي كبار السن، أسماءكم مكتوبة في الكتاب المقدس. أمنتم في يوم من الأيام؟ كل اللي حصل في حياة يسوع بيحصل فيكم، كل اللي عاشه يسوع بيتحقق فيكم. وعليكم إيه دلوقتي؟ تشهدوا باللي اتحقق في حياتكم لعيالكم ولعيال عيالكم. ازاي يا ابونا وانا بس موجوعه وانا عندي جنبي وانا عندي راسي وانا عندي الكلى وانا عندي رجليا وجوزي عيان؟ باقل ما يمكن، ما دام عندك نفس الحياه، انت مدعو تشهد لعيالك ولعيال عيالك بالايمان ده في حياتك. مش كده أحبائي؟ بيقول كده القديس متى في الآخر: فلما قام يوسف من النوم، صحي بقى من النوم، كل ده كان في الحلم. الحياة الجميلة دي وتحقيق كلمة الله كان في الحلم. شوف بيقول القديس متى، احفظوا الكلمة دي معايا، احفظوها فعلا على الغايب كده: فعل كما أمره ملاك الرب. فعل كما أمره ملاك الرب. فاهمينها بالعربي الجملة دي البنات؟ قالين فاهمة؟ مش فاهمة فعل كما أمره ملاك الرب؟ جوزيف il a fait selon ce qu'il a dit l'ange du Seigneur. حطوها في قلبكم، وليكن ده الرغبة بتاعتكم النهاردة، إنه نعمل حسب ما بتقول لنا كلمة الرب. أمين.